وحيدة فيا. غير بوحدو طاح يا مسكين. مشاهدي قناة شوف تيفي مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس من أمام محكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية. جلسة كانت اليوم جلسة ماراثونية لمحاكمة يوسف الزروالي وهادو الضحايا ديالو. نسمعوا شنو هما مجريات الجلسة وشنو وقعت لداخل وطبعا الخبر اللي هو يوسف الزروالي. السلام عليكم، انت يا اب ديال تفضل معايا كذا على حساب الشمس على حساب الضو باش تبان. انت اب ايا واحد من الضحايا. انا صافي ربع سنين ولا كنبقى عمري والشرف كيرجع ليا والشرف كيرجع لهاد الناس المكانسه ومحكمه النساء ووزاره والمحكمه ديال مكناس. توجه لها الشكر كبير وكنوجه الشكر كذلك للسي رشيد اللي هو رئيس الشباب جمعيه شباب بيعه شباب بيعه، وكنوجه واحد التحيه كبيره للاخت زينب اللي فضل كيرجع لها حتى هي اللي هي اثرتنا ماديا ومعنويا وتحركت معنا واستطاعت تخرج هذه القضيه للزروالي للوجود. كنوجه لها الشكر الكبير للاخت زينب. شنو هما التهم اللي توجهوا ليوسف الزروالي اليوم في المحاكمه؟ التهم ثقيله طبعا، انتم الضحايا ديالو انت وسي رشيد وكذا. طبعا انا غنرجع لك سي رشيد، انتم غادي ماشي ضحيه، غادي نرجع لك. تفضل. عندي انا تشويه تشهير استغلال والضرب والجرح واسم التراب واسم المحالي وخيانه امانه. واخا هذه ديال الضرب والجرح في وسط المنزل ديالك كيفاش؟ شرح لنا كيفاش. كان جاي عندي انا تنتقل من مكناس لكازا، لان بقيت كنقول بقيت كندوي ما سكتش. انتقلت لكازا وجا ضربني العيني وكيهددني ببعض الرموز اللي عدا وزن ديال على مستوى الطب الوطني اللي حاط في الصفحه ديالو. كل دويتي غنجيب لك كريطه ديك العرس وكذا. والحمد لله الامور مشات العكس وانقلب السحر على ساحر، وراه القضاء المكناسي قال كلمته وحنا ما غنشوشوش عليه. ومازال باذن الله تعالى التحقيق راه باقي جاري، والقضاء المكناسي غيقول كلمته. كنت يا باين آية خلاص اللي المغاربه كاملين عرفوها، آية اللي كانت مريضه بالسمنه اللي شنو انت كتقول انه نصب عليك بحال؟ اشرح لنا اكثر. انا لمده ربع سنين وانا كنعاني من عمليه النصب، رغم انا كتعدي بيني وبينه شكايه قضائيه، قدمت فيه شكايه عند القضاء وبقى حاطني في الصفحه ديالو في لاباج ديالو، كيطلب بيا عند الناس، كيسعى بيا، كيبيع ويشري بيا بالعربيه، وهذا ما قبلتوش كمغربي، انا ما كنسعاش ببنتي، حيت الوقت اللي خرجت ما خرجتش كنقلب على دعم مادي، خرجت كنقلب على دعم طبي اللي كنسول عليه، كنقلبش على دعم مادي. وهو جا ركب على الحداش ودار وقع ما وقع واغتنم من على ظهر بنتي، وبنتي بقات كتموت، صافي عامين والدريه كتموت، مشات الدكتور التازي، عامين مشات الكومه. عامين اللي كتوفى بسبب السيد. كيفاش بغيتي نسمح لي انا؟ كاين بعض الناس كيقول لي اسمح لي، راه بنتي هذيك، كاين شي واحد غيسمع ببنته ويخليها تموت؟ راه ما يمكنش ليا. وانا مستعد ناضل على بنتي. الشكايه اللي قدمتيها فيها النصب والاحتيال، فيها الاعتداء، فيها شنو اخر؟ النصب والاحتيال، شويه الشهير، الضرب والجرح وخيانه الامانه. خيانه الامانه، طبعا انت يا واحد من الضحايا ديال يوسف الزروالي اللي تعتقل اليوم من المحكمه الابتدائيه العاصمه الاسماعيليه. هنا غادي نشوفوا سي سلمي طبعا اللي هو موسوعه ما غاديش يتقاضى. غادي نشوفوا لا نعرف عندك انا عندك ما يتقال. غادي نشوفوا انت يا من ضحيه من الضحايا ديال يوسف الزروالي تعتقل اليوم، شنو هي التهمه اللي موجهه ليه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا بزاف شوف تيفي. الشكر بعدا كيرجع لله سبحانه وتعالى. زين بنت الشعب المراه الحديديه، ما نساوش الاخ رشيد السلمي اللي صراحه حل الباب ديالو واستقبلنا واحد الاستقبال صراحه رائع. تحيه للجمعيه شباب البيعه السي رشيد غني عن التعريف. بالنسبه للتهمه اللي دار لي انايا، بالنسبه للتهمه كنت شاهد في واحد الملف، الوغ هو دار لي فاش عرفني انايا شاهد نض بدا كيبتزني والسب والشتم والقذف والترهيب، لدرجه انه دار واحد شريط زمون بيبي باش انني نرجع للور ونكتم الشهاده ديالي يعني بحال هكا. فلهذا يعني هادشي كامل زادني قوه يعني ما خلينيش نرجع للور، ماشي من المبدا ديالي انني ما نشهدش شي حاجه شتها، يعني نورمال ما خصني نشهد، وهذه هي التهمه اللي دار لي. فوقاش انت رفعتي الدعوه ديالك وفين رفعتيها؟ هنا في مكناس؟ رفعت الدعوه هنا. شحال ديال الوقت باش رفعتي الدعوه؟ تقريبا دابا شي طالعه في 3 شهور. شحال ديال فاش انتم اليوم كنتوا في المحاكمه، شحال ديال الضحايا اللي كانوا امام القاضي سعاده القاضي؟ تقريبا كانوا شي 8 ديال الضحايا ولا 7 بحال هكا.
8 الضحايا. انا غادي طبعا رشيد كيبان لي راه عنده ما يقول غادي انا غادي نرجع لك. كانوا 7 ولا 8 ديال الضحايا. شنو هما التهم اللي حتى هما كينسبوها ليوسف الزروالي؟ كاين التهم ديال خيانه الامانه، النصب والاحتيال، الابتزاز، التشهير بالفقراء طبعا والاطفال والارامل وجميع المغاربه، الضرب والجرح والتهديد بالضرب والجرح. يعني هما نفس تقريبا بحال يعني نفس التهم اللي تقريبا نفس الضحايا عندهم، اللي هي الاكثر حاجه كتكلموا نفس الضحايا اللي كيتكلموا عليها هو النصب. النصب يعني كيف ما قال انه ياخذ الحاله ويتاجر بها، هادشي اللي الدول الناس كتقصدوا به النص. واخا نمشيو عند سي رشيد. رشيد اللي كنتي انت وجه لوجه لوجه مع يوسف الزروالي امام سعاده القاضي، خليني نكمل السؤال ديالي سي رشيد امام سعاده القاضي. طبعا انت غتقول لنا كيفاش كانت مجريات المحاكمه لداخل في المحكمه الابتدائيه بمكناس، وكذا شنو هي التهم اللي نتايا كتابعوا بها، وكذلك حتى شحال العدد ديال الضحايا اللي كانوا عند يوسف الزروالي امام سعاده القاضي. بدا اولا انا لا امثل نفسي بل أمثل جمعية شباب البيعة المغرب الغد التي رفعت شكوى أو دعوى قضائية بتاريخ 29/1 لدى النيابة العامة بمدينة الرباط، مدينة الرباط التي أحالت تلك الشكاية على النيابة العامة في العاصمة الإسماعيلية، التي أحالتها كذلك بدورها على الفرقة ديال الشرطة الجنائية بمدينة مكناس، التي استقبلتني هذه واحد 3 أيام ودزت قدامها وشرحت المشكل باش تفهموه، لأنني أنا الصباح ملي دخلت راني تحاورت مع الأخ الزروالي وتناقشنا أنا وياه حتى في الموضوع ديال الشكاية ديالي اللي هو طلب الإحسان العمومي بدون موجب حق، وهذا هو الطلب اللي جمعية شباب البيعة المغرب العرض. هذه راه رسالة للجميع، لأن باش أنك تطلب يعني الإحسان العمومي بشخص كيفما أراد أن يكون نوعه، خاصك تكون عندك واحد المسطرة، وداك المسطرة معروفة كدير، تكون عندك جمعية وتكون عندها المنفعة العامة. وملي هضرت مع الأخ الزروالي الصباح قال لي بأن راه عنده هاد الحوايج، يعني أقول لك واحد الحديث اللي دار معاه. لذلك يعني هذه المحادثة اللي دارت بيناتكم داخل المحكمة، داخل المحكمة راه جلسنا وهضرنا، وما نساوش بأن راه حتى الأخ الزروالي في قبيلات ملي كنا داخل المحكمة هضر مع الأخ بلال اللي هو الآن نزل ونظر يعني منهم واحد الحوار وحاول. اسمح لي قبل ما ننسى، هي اونتر بارونتيز او بين قوسين، فما تعتقلش غير يوسف الزروالي بوحده، تعتقل معاه بلال المغربي وابرطال. اعتقل ابرطال من مدينه صفرو وقد اعتقل، اعتقل حتى بلال المغربي. شنو هما التهم اللي تعتقل بها بلال المغربي؟ القذف والسب في شخص الام ديال يوسف الزروالي، وكذلك تم الاعتقال ديال الاخ بلال المغربي كذلك بنفس التهمه ديال القذف والسب والشتم. وبالنسبه يعني هنايا اسمح لي بغيت غير نوضح نسولك، وهي في نفس الوقت باش نوضحوا هنا بلال المغربي وابرطال حتى هما براسهم كانوا رافعين دعوه ضد الزروالي، لكن امام سعاده القاضي عفوا انقلب يعني الملف. لا لم ينقلب شيء، باش نشرح لك الله يعطيك الصحه، لم ينقلب على شيء. كاين هناك قضيه كما استمعوا للاخ الزروالي سيستمعون كذلك لابرطال في نفس التهمه، بمعنى اليوم السي الزروالي هو اللي شاكي ب اللي سميتو بلال المغربي، حط به حيت بلال المغربي مشتكى به، ابرطال شاكي ومشتكى به، بمعنى ابرطال شاكي به الاخ الزروالي، تيقول بان راه كيسب له العائله ديالو، تيسب له الام ديالو، وكنظن بان المحكمه ديال مدينه مكناس اليوم انصفات كذلك الزروالي. الا كان بلال ثبت بانه وهو اعترف، بلال راه اسر لذلك، لان قبل ما يعتقلوا الاخ بلال كنت انا اخر شخص اللي كنا هضرنا معاه، راه تغدينا تقريبا يعني ندخل اونسومبل، يعني راه كلينا انا واحد الساندويتش، وقال لي بان راه اعترف بانه قال على يوسف الزروالي بان نصاب الان المحكمه ديال مدينه مكناس بتت في ملف ثقيل، وتي ملف اللي كان البحث فيه راه دار لي اكثر من 6 اشهر. لذلك احنا بالنسبه لنا كجمعيه اهم حاجه عندنا هو ان نوقف زحف كل من سولت له نفسه ان يجعل من رعايا صاحب الجلاله بضاعه وسلعه يرتزق عن طريقها، ولا تسعايا برعايا صاحب الجلاله. اللي قبض شي حد تيديروا في اليوتيوب، تيديروا في الفيسبوك، تيقول لهم هذا مريض، تيشد الفلوس، تيعطي اللي بغى يعطيه، ما يعطيش يعطيه، ومن بعد تبعد. لذلك راه كاين هذا الملف هذا الذي يجب على يعني هادشي اللي قلت انت انا ويصور واحد من ضمنهم هي الحاله ديال اب ديال ايه اللي هو الان كيتابعوا بالتشهير والنصب والاحتيال. فعلا وكانت واحد القضيه اخرى خيانه الامانه. شنو كيقصد بخيانه الامانه هنايا؟ خيانه الامانه انا نفسر لك شنو هي خيانه الامانه. مثلا طبعا غير توضيح، لا ماشي توضيح، ساعطيك انا توضيح
واحد السيده صيفطات من فرنسا 10 مليون قبضتي انت داك 10 مليون عطيتي شي واحد مليون وبقى 9 مليون اليست خيانه للامانه؟ ائتمنتك على قدر من المال ان تعطيه لشخص محتاج فاخذت منه قدران او قسطا او هذه المساله تبقى للمحكمه الموقره باش انها تثبت هذه المساله. هذه هي البروبليم الكبير اللي واقع هو ان المملكه المغربيه الان وعلى كاين ادله كتثبت يعني انه اولى ضده انت من ناحيه ديال النص. لا اظن ان قاضي التحقيق بمدينه مكناس امر بالاعتقال عن سهى وانما امر بالاعتقال لان كان بين ايديه ما يفيد في هذه القضيه. وما جمعيه شباب البيعه لمغرب الغد لما ازرت هؤلاء الاشخاص الذين تعرضوا لنوع من النصب والاحتيال كان من باب المرافقه والارتفاق فقط. اما نحن فنبقى ممن يطالبون اقولها واكررها ممن يطالبون النيابه العامه بمدينه الرباط بفتح تحقيق على الصعيد الوطني لان المملكه اصبحت تعج الناس اللي كيسعوا بالناس. هادشي راه بزاف راه الناس ولات كتسعى بالناس راه حنا ولينا سعايا في المغرب داخل وخارج الوطن راه الناس كيسعوا فينا بارتو راه فين ما تجي تلقى دري صغير واش عرفتي شنو هي انك تعري دري وتحطيه انت في الفيس؟ هادشي راه منافي ومخالف للقوانين الكونيه كاع. لذلك حنا تنقولوا القضاء ها هو كاين من مورانا اليوم اخذ مجراه كنتمنوا بان هذا الملف هذا حنا ما باغيين نحبس حتى شي حد. انا شخصيا كنقولها وراه حتى هذا قلت لك عاي كنضروا الحر ما كان ملي قلت له واش تبغي لشي حد الحبس قال لي اخويا راه حنا ما باغيين نحبس ديال حتى شي حد. وبالفعل من بغينا حنا ما بغينا نحبس ديال شي حد سولته كذلك ولكن هذا الانسان تماما قال لك ما بغينا الحبس ديال حتى شي حد شنو البويلات ملي كنا قال لك حنا ما بغيوش حنا ما بغيناش هذا السيد هذا يمشي لتماكين لان راه عنده ام راه عنده اخوان راه عنده بزاف د الحوايج وما غنبغيو حتى شي حد الاخر. وكنتمنى انا بهذه الرساله اللي غدوز لهنا السي عبد النبوي اللي اذكر من اسمه أن يتخذ الإجراءات اللازمة بتحريك المساطر ضد كل من سولت له نفسه التجارة برعاية صاحب جلالة فالملك ملك الفقراء وشكرا. تحية ليك كان معنا سي رشيد. طبعا فوقاش المحاكمة على ما أظن باش ما نعطوكش واحد نهار 23 كاين هناك تقديم آخر وما نساوش كاينة شكايات أخرى رافعها السي الأخ يوسف الزروالي بأشخاص آخرين شهروا به أو اعتادوا عليه. وكنتمناو والله لا نتمنى بأن هذا الملف يخرج لأن ما غنبغيو حتى شي حد الحبس. سي رشيد هنايا قبل المحاكمة كان وقع واحد الشجار هنايا أو لا ماشي شنو لا شوف المحاكم وداك الشيء تكون هناك سوء تفاهم. راه دابا انا والاخ الزروالي دخلنا لداخل وكنهضروا وكنقولوا شنو المشكل اللي واقع. راه قال لي اخويا رشيد شنو بيني؟ قلت له انا ما بيني وبينك شخصيا ما بيني وبينك والو. انا راه قال لي اخويا الزروالي بان راه عنده قال لي هكا عنده بان الاوراقات ديالو وجبد لي واحد الملف بان له ما الا كان الزروالي عنده ما يثبت بان كاين الله يعاونو حنا نساعدوه حنا نوقفوا معاه حنا كابناء مدينه مكناس واش فهمتي. اما راه كاينين راه انا غير في الخميسات هذه الايامات هذه كاين واحد السخسره ما بغيتش نقول السميه ديالو في الخميسات معروف كيسحب الناس وتا هو خصو يتلقى عليه القضب في مدينه الخميسات. وكاينين بزاف في مدينه مراكش راه شوف السعيه برعايا صاحب الجلاله يجب ان تنتهي ان تحد. راه كاين ملك الفقراء ويتكلب بالفقراء ديالو ما يجيش بنادم يبقى كيسعى بهم ويدير بهم وخليني يعني انا انت بغيتي شوف اسمح لي الا قطعتك يعني انت قلتي حتى الا بغى شي حد بغى يقدم يد المساعده يقدمها في اطار القانون. شوف نقول لك واحد جوج ديال الحوايج في اطار القانون المسطره ديال الاحسان العمومي كاينه واللي بغى يديرها انا نقول لك الناس عالشريف ديالي الشريفه ديالي هذا ميساج للمغاربه ديال المملكه خارج وداخل الوطن. الا عندك 10 دريال بغيتي تعطيها لشي حد عطيها للمقربون عطيها لامك عطيها لباك عطيها عي قول راه غتلقى شي واحد في الريكسك ما عندوش عطيه وما يجيش واحد يبقى يدير لك الاخر ويسعى بك. عطوا الفلوس لراسكم شيروا للسبيطارات سيروا راه الناس كتسعب الناس راه هذا هو المشكل عندنا. وحنا تنقولوا الا كان اخ الزروالي حنا نخرج يعاودوه نعاونوه الا كان له ما يثبت بان هنايا انت يا هنايا شوف هنايا غير باش نفهموا واش انت كتقول يعني باش ما ندققوش في هادشي واش انت كتقول انه ما عندوش الحق انه يشتغل في اطار غير قانوني ولا ما عندوش الحق انه يشتغل في هاد الطريق يمشي في هاد الطريق اللي هي تقديم المساعده المغرب اللي المغرب عنده المبادره واخا انا نقول لك واحد جوج كلمات مادام اجي على حسب غير على حسب الشمس مادام بغيتي تهضريني جوج المشاريع مغربيه فشلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفشل التعاون الوطني. التعاون الوطني هو المخول الله يسعى يطلب ويعطي للناس
ولكن فشل في المهمه ديالو، لان ملي كتفشل انت اسي التعاون الوطني والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، بمعنى ما وصلتيش للفريق البدوي البوادي، ما وصلتي لهمش الفلوس، خليتيهم كيتفرقوا في المملكه المغربيه للتابعين للطريقه اخرى ديال النهب ديال الممتلكات ديال الدوله المغربيه. الاخر النظر عندنا الزكاه في المغرب، اللي بغى يدير الخير يمشي للسبيطار، دخل اول سبيطار قول لهم، ولا سير شوف الكارنيات ديال الاخر، ما تخليش عرفتي، خليني انا ساكت الله يعطيك الصحه. واخا سي الزروالي، واخا عفوا سي رشيد، نتمنوا حنايا نتمنوا ليه يربي يطلق سراحه وكذا. انا راه كنت معاه، شوف بما انني ذكرت، انا راه كنفكر بما انني ذكرت اول مره تنهضر مع الاخ يوسف، كان اليوم الطريق المستقيم ويترجع الطريق المستقيم ورجع لكل ذا حقين حقه، وحنا ما المحكمة مازال ما قالتش الكلمة ديالها، هو الآن لحد الآن ليس سوى متهم، يبقى متهم متهم بريء حتى إدانته، ما ماتش عليه المحكمة صحيح. ولحد الآن أنا ملي هضر معايا قال لي بأن عنده ما يفيد، عندي الأوراق ديالي، فأنا ربما أنا براسي ما عنديش الحق نهضر في السيد هو ولا كان عنده ما يفيد بصح ديك الساعة، حنا مع الناس اللي عندها ما يفيد. ملي تبغي دير اسيس عائلي كيصعب، كيما بغي يكون ديال في المملكة المغربية، سير اخويا دير جمعية وقبط المنفعة العامة، وسير عند الأمانة العامة الحكومة، وطلب دابا الحساب العمومي، ودير كونت وحط فيه وشد النمرة، واش عارفين بأن كاين هناك واحد البرنامج كان داير واحد الآخر، وتوقفاتو الهكا لأن تيطلب بدوني اللجوء إلى الإحسان إلى إلى إلى, إلى هذه المسألة دي، وكاينة واحد لي كونت مديوري الآن، أنا نعاونك أنا ندير لك هادشي هذا، راه خاص المغرب، حنا ما كنعرفوش داك الفلوس ملي كتجي من برا وكتجي من قناه اخرين، واش كتمول شي حاجه خارجه على الطريق. انا غنرجع لك السي رشيد، بغيت غير نرجع للاب ديال اب ايا باش ترتاح، لان تفضل خليك معايا. انت يا اب ايا اللي كاع المغاربه عرفوها وكاع المغاربه تضامنوا معاها، وكان يوسف الزروه اللي تدخل في القضيه ديالها باش انه يزيد حسب يعني حسب اللي حنا كنعرفوا حسب قوله باش هو صحيح حسب قوله باش انه يزيدوا الناس يتضامنوا معاها الجاليه المغربيه اللي خارج ارض الوطن. شنو هي الحاجه من ضمن هذا التهم اللي موجهه ليوسف الزربالي اللي كتوجه ليه، شنو هي اكثر حاجه ضراتك نتايا كاب ايا؟ اللي ضرني كاع اكثر هو التشويه والشهير، هذيك كل مساله الفضيحه، هذا هو الفضيحه الكبيره كاع هو التشويه. تكون عارف بقى في المساله ديال النصب والاحتيال تقدر نغض النظر عليها، ولكن التشويه والشهير الانسان رب عائله، عندي ولادي تضروا فيها، عندي بنت، عندي دراري هي في عين. كيفاش ترجم لينا التشويه والتشهير؟ ملي كيدير فيديو كيسيء ليك انت كرات سكيري كذا كذا في شخصيتك، كيطعن فيك في شخصيتك، كيفاش غادي يكون؟ يعني خرج في شي فيديو كيطعنك فيه في الصفحه ديالو، بعد القنوات اخرين بهذا الكلام، بحال هكا باش كلام ساقط، يعني سب وشتم، سب وشتم في الاعراض وفي المحصنات في كل شيء. وعلاش هذا الشيء؟ علاش وصلتوا لهذه المرحله؟ الله اعلم، ما عرفتش علاش لينا اب ايا ما سكتش، بقى يقلب على حقه، انت كنت سكت غادي ربما غادي. شنو هما الوعود اللي وعدك بها يوسف وما وفاش بها؟ كان وعود، قال لك من ضمن الوعود قبل ما قال لك الدري غنتكفل، راه داير فيديو كيشد عليه، هزوا المغاربه يديكم الدري غنتكفل بها، فيديو كيشد عليه، يشد هو على راسه المغاربه. تخلى عليها؟ منطقيا تخلى عليها، خلاها عامين هي كتموت، عامين هي كتموت. الاولى الحسن التاجي، الدكتور الحسن التاجي راه يقول لك هو يعاود لكم النازله، ثم كتقدر تمشي عنده تسولو، دخلت عنده كوما في ديك الظرف 15، خسرت عليها 25 مليون و800، ما عطاش ليا الزروالي. الدكتور التاجي الله يجازيه بخير من عند مالو الخاص، وين نفق عليه ولحد الساعه باقي كيعالج هو، راه باقي عنده ولله الحمد هذا بفضل الله عز وجل. واخا هنا نرجع لك سي رشيد، تقول لنا شنو هي المجريات اللي ديال الجلسه كيفاش كانت؟ تقدمنا تقريبا مع السابعه، تقدمت شحال بكم؟ سمح لي شحال بكم تقدمتوا؟ كان اب ايا عبد ربيه، وكان كذلك كان الاخ العيساوي، كانت الام ديال ابتسام، وكان واحد الملف اخر اللي واحد الناس كان تهمهم الاخ يوسف بانهم عطاو يعني قدموا رشوه للسيد الوكيل الملك بمدينه مكناس، تقدموا كذلك على ذاك الخلفيه ديال ذاك الملف. المهم الملف انا اللي كنت كيشوفني كان هناك شي 4 ولا 5 ديال المحاميين، كان واحد السيد كينوب على، وعاد راه كانوا واحد 2 ولا 3 الملفات ترجعوا لانه ما بقاش الوقت ولا ما الدفاع ديال الزروالي
شنو كان كيقول في هذا الاخ؟ كان واحد المحامي ديال الاخ زروال اللي تنعرفوه، يعني معروف على صعيد المملكه المغربيه، يعني تجاوب مع الملف وكان هناك اخذ وعطاء، ولكن الكلمه كتكون للقضاء في الاخر، وكتكون السيد القاضي التحقيق يعني شاف بان راه خاص هذاك السيد يعني يمشي على ما حنا نقدر نهار 23 يتلقاو، تقدر تكون هناك مستجدات في هذا الملف هذا، لان تبدل المعطيات الاخر. دو فاسون حنا اللي كنشوفوا بان هاد الناس هادو اليوم بحال راه خداو معهم الاخر. شنو تنصفنا؟ شنو هو الاحساس ديالك او الشعور ديالك، او كيفاش تقبلتي الخبر من بعد ما سمعتي ان يوسف تعتقل؟ يعني قبل ما نبدا البث المباشر كنت تحاور انا وياك ووصلتي لي واحد الميساج اللي انا شوف كما قلت لك الحبس ما تبغيش العدوك بالرغم غير اجيني هكا الله يخليك، على حسب كاين الشمس وكاين كونتر جو. مرحبا تفضل. كما قلت لك اختي هو الحبس ما تبغيش العدوك، تفضل معايا. الحبس ما تبغيش العدوك، ما تبغيش ليه الحبس، ولكن هذا السيد راه تمادى، كنت تمادى ماشي غير معايا انا كمغربي، راه كاين عده ضحايا عنده، وخصوصا من المستضعفين، تاخذ ضحايا المستضعفين وتبدا تعددهم، راه عيب عليك حشومه، عيب. هذا اللي علاش كنلوم، هذا هو الإدان. انا بغض النظر على الشخص ديالو هو، انا كنهضرك على الاعمال اللي كيقوم بها، انا ما كنحاسبوش، كنحاسب الاعمال اللي كيقوم بها، الاعمال اللي هي مشينه. ملي غنشد الدري صغير، تصوري معايا هذا السيد غيتمادى وغيوصل غينتهك حتى حرمة المقبرة، راه لا يجوز، حرمة المقبرة غتنتهك، انتهك هو هذا الراجل هذا، وهذا في حد ذاته راه بصفتنا كمسلمين ما رضوش بهذه المسائل هذه، ما رضوش بها. وشكرا لك. شنو المطالب ديالك انت يا كضحيه من ضحايا ديال يوسف؟ انا شوفي غنخلي القضاء هو اللي غيكلمتو، القضاء اللي هو اللي غينصفني، كنتسنى القضاء ينصفني. اسمع بشي حاجه انا غادي نشوفو طبعا. واخا اسمح لي سي رشيد، انت طبعا حتى انت من الضحايا ديالو، شنو الرساله ديالك او شنو الخاتمه ديالك او شنو المطالب ديالك؟ اختي شنو نقول لك، الخاتمه اولا هي فرحة لا توصف، يعني فرحان بواحد الفرحة لا توصف. علاش؟ كما قال الاخ رشيد، حنا ما كنشوفوش كانسان، اللي كنشوفوه كداك الشخص اللي كيدير هذوك الافعال اللي خايبه بزاف، حيت ديجا كنظلمني بزاف. والحمد لله اليوم القضاء كما قال الاخ رشيد راه ورانا، دار واحد الكلمه، قال واحد الكلمه ديالو، وهادشي اللي كاين، يعني فرحة لا توصف. هادشي اللي كاين صراحه، ما تاخذ الكلمات يعني راه شي حاجه لوجيك موراها. ما بين 9 للربعة ديال العشيه وكنصفك القضاء، شي حاجه زوينه بزاف. يعني انتم فرحتوا منك، حسيتوا ان القضاء نصفكم؟ وي فرحان على داكشي اللي دار، فانا فرحان بزاف، يعني ما تصورش الفرحه اللي انا فرحان. وهذا الشيء كيبين بانه القضاء مكناسي، قضاء نزيه، هذه اللي بغيت نذكر، انه قضاء نزيه مستقل صراحه، ما كيعرف لا هذا لا هذا. وتحياتي للجميع، وتحياتي لجميع المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن. وكنعاود نشكر الاخ رشيد السلمي، شاب جمعيه الشباب البيئه، وتحياتي للاخت زينب بنت الشعب صراحه، اللي واحد المراه حديديه ما نوصفها لكش. وتحيه للود عاطره بالورود، الزموريين الاحرار منهم الحقوقيين، الفيسبوكيين، الصحفيين، جميع الفئات. وتحياتي لجميع المغاربه. تبارك عليك. سي رشيد هنايا كاينين، انا نعطيك الكلمه الاخيره، اجيني هكا. هنايا كاينين ضحايا واحد اخرين اللي هما كيتهموا الزروالي لكن ما حضروش اليوم. هادشي دابا اللي شفتو كاين الايسبرغ، هذا عيط الطوب دو الايسبرغ، هذاك اللي كيغرق الباطو هو هذاك الراس الفوقاني، تيكونوا ما خفيه اعظم. هذا نداء ورساله للمسؤولين اللي كيسيروا المملكه المغربيه، اصبح فقراء المملكه المغربيه تجاره مربحه، لنوقف زحف هؤلاء. وهذه المهمه لن اقوم بها انا كفاعل جمعوي، فلربما اقمت دعوه قضائيه من اجل ان نعرف ان كان لهذا الشخص او ذاك او لان هذه القضيه اللي دابا رفعناها حنا مدينه كناس، سنستعد لرفعها بمدينه الخميسات وبمدن اخرى، وسنكون طرفا في ايقاف هؤلاء الذين يتاجرون باهات المملكه المغربيه رجالتها. فملك الفقراء راه كاين الملك اللي غينصفهم، وكاين المبادره الوطنيه، وكاين الصناديق، لا نجعل من هؤلاء تجاره اخرى. وشكرا.
تحية لك. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كنا معكم مباشرة من العاصمة الإسماعيلية مكناس من أمام المحكمة الابتدائية، حيث أجريت هذا النهار محاكمة ماراثونية كانت فيها يوسف الزروالي اللي تعتقل فيها يوسف الزروالي وبلال المغربي أو الملقب بلال المغربي وأبرطال، هما الآن معتقلين. إلى هنا غنقول لكم مشاهدي قناة شوف تي في دمتم بألف خير، وإلى بث مباشر آخر، موضوع آخر، مكان آخر، وإلى اللقاء. باي 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 باي. كان باي باي.